فقد تم بفضل الله وعونه تسوية جميع هذه الحقوق وتحسين رواتب العمال وتقديم تشجيعات لهم، فتضاعف الحد الأدنى لأجور العمال تقريبا، واستفاد جميع العمال الرسميين من تغطية التأمين الصحي. ويمكن أن ألخص أهم ما أنجز خلال هذه المأمورية فيه: ترميم وتوسعة وتجهيز مبنى البلدية وعدة مباني ومرافق أخرى تابعة للبلدية، ترميم وتأهيل مبنى المقاطعة القديم وتحويله إلى فضاء ثقافي بلدي، ترميمات وإصلاحات في 20 مدرسة عمومية، تكريمات للمتفوق سنوية للمتفوقين من التلاميذ والمتميزين من طواقم التعليم، إعانات سنوية لحراس المدارس غير المكتتبين، ترميمات وإشغال في المراكز الصحية الثلاثة في المقاطعة، توفير مستلزمات وحدة مختبر طبي لأحد المراكز الصحية، اقتناء خمس سيارات جديدة من بينها سيارة رباعية الدفع هايلكس.